شيء كثير رائع. الاندماج، الخلطة اللي عملناها، الحنكة اللي عملناها بهيدا الساندويتش بين صوص ترياكي مع صلصة المشروم مع الدجاج، شيء خيالي جدا. صار بدها ساندويتش ترياكي دجاج رائع. كثير سألوني عن الترياكي تشيكن. اليوم رح اعملكم وصفة ترياكي تشيكن على طريقتي، بس رح تكون شيء رائع. رح نعمل صوص الترياكي المنزلي بطريقة اقتصادية ومتوفرة بالمنزل. إذا بتحبوا تدعموا هيدي القناة أقدم لكم وصفات دايما بتفيدكم ورائعة، اشتركوا فيها أسفل الفيديو وما تنسوا تعملوا لايك وشير لهذا الفيديو وتفعلوا الجرس. وهلأ خلونا نبلش بالوصفة. هلأ نعمل أول شيء صوص الترياكي. أكيد في شغلة بدي أوضحها، صوص الترياكي هيدا معمول بمكونات متوفرة بكل منزل. طبعا في وصفات أخرى، إشي بتنعمل من مية الأناناس، في اشياء بنعمل من مرق الدجاج، في اشياء بنحط فيها مكونات مش متوفرة عندكم من الصعب تلاقوها. فلذلك انا اليوم عم نعمل وصفة منزلية سهلة جدا. بداية بدي بلش عندي كوب من الماء، هون اللي عنده عصير اناناس فيه يستعمل نص كوب مي نص كوب عصير اناناس، 3 ملاعق طعام من السكر، فيه يستعمل سكر اسمر، فيه يستعمل 3 ملاعق طعام من العسل مكان السكر، ربع كوب من صلصة الصويا معتدلي مش مالحة معتدلي، ولا حط له شوية خل أبيض حوالي ملعقة شاي. بس نحركهم بلشوا يسخنوا. عندي زنجبيل مقطع وحص ثوم، أوكي زنجبيل طازج بدي حطهم معهم. هلأ بدي أتركهم يغلوا عندي ليتبخروا شوي. هيدي الطريقة رح نشدها بالنشا وكمان تطلع سهل كتير عليكم. طيب من بعد ما غلى عندي تقريبا شي 5 دقايق هيدا الخليط، بدي شيل اول شي الزنجبيل والثوم منه، اوكي ملعقة طعام من النشاء مع شوية مي بدي اضيفهم فوق هيدا الخليط لشده. هلأ بدي اضيف له عندي سمسم محمص، عم ضيف فيه استعمل سمسم عادي حوالي ملعقة ونص طعام او اقل حسب الرغبة. نحركهم سويا، شوفوا كيف صار عندي قديش هو رائع. هيدي السماكة المطلوبة اللي بدو احصل عليها. صدر دجاج بوزن 250 جرام تقريبا. اول شي بدي اقطعه بالنص بهيدا الشكل مرة واحدة، خليه عندي ومباشرة بدي روح فيه بهذا الشكل لبرا، اوكي؟ هلا شوفوا كيف عندي هيدي سلايسات شوي عريضة. وضع هيدا الدجاج بوعاء، رح اجي على نفس الطبلية قطع له بصل جوانح. طبعا رح نرجع نحط البصل فوقه فما في مشكلة اذا قطعناه على لوحة التقطيع اللي عليها دجاج بهذا الشكل. حص ثوم كمان نقطعه هيك سقطه فوقه، حط لهم فلفل اسود حوالي ربع ملعقة شاي، شوية خل ابيض على الخفيف، شوية زيت زيتون تقريبا ملعقة طعام، لحط تقريبا ملعقة شاي من صلصة الترياكي خليها ملعقة طعام، اوكي ما بكتر هلا لانه بدي ارجع استعملها بحط شوي صغيره. اوكي هلا بنحركهم سويا مع بعض. هلا هون فينا نقعد ليله كامله بنغطيهم بالبراد وفينا نتركهم تقريبا شي ساعه بيمشي الحال او نص ساعه اذا مستعجلين كتير. رح نعمل الصوص الفطر سهله ونكمل هيدا الساندويتش. نعمل صوص مشروم سهل. عندي هون كسرول على النار بدي اوضع بقلبها ملعقتين طعام من الزبده، ضيف عليها شوية بصل مفروم ناعم بهذا الشكل. بس تدبل عندي من دون ما تحمر البصلة بضيف عندي فطر معلب. هلا انا ما لقيت اليوم بالسوق فطر طازج، فيكم تستعملوا طازج، جبت فطر معلب خليه ياخد طعمة قد ما فيه مع هيدي المكونات. ضيف له شوية خل احمر تقريبا ملعقة شاي او نص ملعقة طعام اذا بدي حب
الطعمة وكمان قلبهم معه يعطيه شوية حموضة ونكهة رائعة. شوي من صلصة الصويا، حوالي ملعقة طعام، فلفل أسود بندعمها، فلفل أسود حسب الرغبة. بنحرك شوفوا، رح أوضع فوقهم تقريبا ملعقة ونص طعام من الطحين، كمان شوية زبدة زيادة، بنحركهم. وهذا الطحين بعدين رح يشد عندي، بس ضيف المرق بقلب الطحين شوي معهم. بس يتحمر عندي الطحين معهم بضيف مرق الدجاج وبحرك. شوفوا عندي كيف بلش يشتد، بحرك اول حركة بهذا الشكل، برجع بضيف حسب حاجتي. شوفوا عندي تقريبا ضفت كوب من المرق، مرق الدجاج المملح، ضربة صويا صوص على الخفيف، حركة صغيرة. شوفوا مروعة هيدي السماكة المطلوبة، صارت عندي الصوص جاهزة ولا أروع من هيك. زيت زيتون كسرول على النار، حوالي ملعقة طعام، سقط الدجاج وزعه. بس يتحمر هلا بدنا نرجع نقليهم سويا مع بعض كلهم سوا مع هيدا البصل والثوم. هلا هون السحر، شوفوا عندي صوص ترياكي، الله، نقلب ننهي على الوجه بصوص المشروم، يا سلام، شو بدكم احلى من هيك. هلا جبنة موتزاريلا، مين بيعمل هيك سندويشات خبروني. بس نطفي النار، بنغطي لتذوب الجبنة ونعمل ساندويش ديركت. خبزة فاهيتا او ساب مريم فينا نقول، بدي حمصها على الجهتين اليوم، طبعا مقلاية مدهونة بالزيت. هلا بنقلبها على الوجه الثاني، تحمصت عندي شوي، يا سلام، الله، ما شاء الله، شو هالروعة. نقطة، شوفوا الروعة، شوفوا الفخامة، الله، بسم الله. من أطيب السندويشات اللي ممكن تتذوقوها عن جد. بتحبوا الفرانسيسكو، بتحبوا الفاهيتا، بتحبوا الفيلادلفيا، بتحبوا غيرها، هيدا الساندويش عن جد بالمرتبة الأعلى فيهم، شيء كثير رائع. إذا عجبتكم هيدي الوصفة شيروا لايك لهيدي الوصفة وادعمونا باشتراك بالقناة، وإن شاء الله إلى وصفات لاحقة ومميزة.